هذا ملعب سيناء الرياضي في منطقة حي الجزائر اللي تجري عليه المباراة الدوري والودية، وهذا الملعب يراد شوية ترميم وشوية يعني مثل الاتحاد يدير باله علينا بالمباريات. والملعب تقريبا صار له 35 سنة. فالملعب يعني احنا نشوف يعني عمل شخصي يعني بيناتنا، احنا نسوي الملعب، هاي المدرجات يقعدون على القاع، المشاهدين يقعدون، المدرجات ماكو، فاضطرينا نجيب بلوك ورمل سوينا مدرجات هيك صغيره يعني في سبيل وسع يمشي بيها دوري الرواد، يعني الرواد من 40 وفوق قمنا دوري عليها، والمباراة تمشي على هذا الملعب. شو تطالبون انتم؟ والله نطالب يعني مثل ما يقول الملتزمات اللي تابعه للملعب، يعني دعم للملعب، شغلات رياضيه، السياج مثلا، عمل مدرجات، والله علواه احنا ايش نريد؟ يعني مدرجات حتى الجمهور من يجي يقعد على هاي بطوله شنو مع الرواد. الرواد حاليا مستمره؟ مستمره استمرت تقريبا وصلت المباراة إلى تقريبا النهائيات. ظلوا 6-7 فرق شاركوا بالبطولة تقريبا 19 فريق. قد ايش صار الملعب هذا موجود؟ قديم. من كنت جاي جديد على الدنيا. ايوه. زين هذا الملعب شنو المطلوب هذا الملعب؟ ايش مطلوب؟ مطلوب يجون يعمروه ويخلوا له حشيش ويسيجوه راح يطلع ملعب يخبل. وهذا ساحة سيناء قديمة أبا عن جد. بس دولة ما مهتمة. دولة بس مهتمة تبوك. أحكي لك العدلة. والحمد لله والشكر مرتاحين. والله كريم، بس ان شاء الله يكملوه. شلون تتابعون المباراه انتم؟ والله نتابع، نقعد هنا بالوساخه نتشرز ونتابع. اي والله كل مره شلون تتابعون المباراه؟ كل مره نجي نتابع، مرات يصير مشاكل عركات، هو لو منظم ولو مسيج لواعيب داخل مشجعين خارج، هنا مشجعين بس يصير كونه بالملعب كلها تتكون غلط، كلها غلط، في غلط، حياتنا كلها غلط، ابد ماكو دعم من الرياضه. ومن يعطي دعم خاله؟ بابا المزبله. ملعب الساحه سيناء. اي والله ترتيب كامل هذا الراد. والله وبعد شو راد؟ والله الترتيب كامل، هذا سياج لازم، اهم شيء السياج. والله العظيم الله كريم. انت شلون تتابع المباراه هناك؟ والله من الطابق الثاني تابع على هذا. اي والله طم الطابق الثاني دحك. ايوه دعم للرياضه؟ والله ماكو دعم.